اليوم ذكرى مارادونا، بعيدا عن بطولة كأس العالم، هذا اليوم يفتقد الشعب الأرجنتيني لمارادونا في بطولة كأس العالم. ابتدأت الحلقة. It's about history and of course Maradona, it's a symbol for us and it's like a god in football, so it's always important to remember and to, it's the first cup without him, so it's important to remember and to have this this kind of events like here and these things and to sing these songs. Well, we have Messi now and we are delightful of his football and how he plays and how make the team play, so we cannot ask for for more, of course. أنا مشجع أرجنتيني من 86، الأرجنتين هني وبوكا وأنت وبوكا، العاد دوحة جميلة الله يحفظها وكل شيء جميل فيها، مو مقصرين معانا والأجواء حلوة وجميلة. حضرنا مباراة تونس وخسرت تونس، والآن نحن في مباراة السعودية. انتهى الشوط الأول لبولندا، نتمنى أن يكون الشوط الثاني لصالح السعودية. عالمية حلوة والعالم فرحانة والأجواء حلوة، يعني هذا شيء يعني كنا قبل نتخيله بس شيء صار في الواقع يعني. أجواء جميلة جدا وأجواء ممتعة وكنا ننتظرها والحمد لله كانت يعني قد الانتظار وقد. توقعت المنتخب السعودي، اتوقع ان بنتاهل بما ان نتائج المجموعه خدمتنا، تعادل المكسيك وبولندا، فان شاء الله تكمل ونتاهل. بالنسبه لكاس العالم توقعت صعبه، لكن اتوقع البرازيل بما انه يعني الفريق الاكمل الاقوى، جمهور البرازيل متحمس هنا ويحق لهم الصراحه، فريقهم قوي يعني الصراحه. وصلنا إلى آخر الحلقة. كانت نتائج أمس مخيبة لجميع المشاهدين، خسرت قطر وخرجت فعليا من المونديال، بقى لها مباراة مع هولندا. شكرا لكم وإلى اللقاء.